شكرا للزميل بديع بن جمعة. مشاهدينا الكرام متابعي بين سبورتس أينما كنتم أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نعود مشددا إلى ملعب الطيب لميري بصفاقس لحظات قبل ضربة البداية للشوط الثاني من مباراة النادي الأهلي الصفاقسي وفيتا كلوب الكونغولي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 45 دقيقة أولى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. افتتح التشكيل للسياسيس الدربالي في دقيقة 26 وفي الوقت البديل من الشوط الأول النادي الأهلي الصفاقسي يقبل هدف من كورة ثابتة عن طريق إيسوفو دايو. 1-1. النادي الأهلي الصفاقسي مطالب بإضافة على الأقل هدف آخر للذهاب إلى ركلة الترجيح ومطالب بهدفين إذا يحب يترشح مباشرة بعد التسعين إلى نهاية هذه المسابقة. أكيد ننتظر أكثر تشويق وأكثر إثارة في هذا الشوط الثاني. قلت منذ البداية أن المباراة والمواجهة لن تكون سهلة. ضربة البداية في هذا الشوط الثاني ستكون لمصلحة فيتا كلوب. ونذكر بالتشكيلتين. تشكيلة النادي الأهلي الصفاقسي في المرمى رامي شريدي، 8 يوسفو، 21 الدربالي، 26 الملعبي، 10 معلول، 22 ديديين دونغ، 7 كمون، 13 فرجاني، 12 محمد علي منصر، 19 الحناشي، و 29 فخر الدين بن يوسف. هذا الحكم الإيفواري توينو مانتياز يعدل ساعته ويعطي إشارة انطلاق الشوط الثاني. تشكيلة فيتا كلوب في المرمى نيلسون لوكونغ، 2 باوكا، 8 إيسوفو، 29 باولو موندو، 3 باتو سيمبي، 6 أومبا، 5 لماما ميدي، 11 زينغا، 10 جي، 19 دومبي، و 4 سنتامو. النادي الأهلي الصفاقسي في بداية الهجوم بعد كورة على فخر الدين بن يوسف توصل مباشرة إلى نيلسون لوكو. نيلسون لوكو حارس فيتا كلوب يرفع كورة، محاولة الاستلام من انسيكا، ياخذ كورة علي معلول، ترجع لبعاد من بسام الملعبي، فخر الدين بن يوسف وضربة مخالفة ضد فخر الدين بن يوسف. مخالفة ضد فخر الدين بن يوسف يستفيد منها سحب هدف التعادل البوركيني إيسوفو دايو. الدقيقة الثانية منذ انطلاق الشوط الثاني في المباراة. تعادل 1-1 لحد الآن. أكيد سيتعمد إضاعة الوقت في ظل النتيجة الحاصلة لحد الآن فريق فيتا كلوب. نومان دياز يطلب تدخل الإطار التبي لفريق فيتا كلوب. بعض طبعا اللاعبين على بنك الاحتياط للسياسات يقوموا بالحركات التسخينية. ربما فيليب باتروسي ينوي القيام ببعض التحويرات على مستوى التشكيلة. لاعب دومبي موبيلي هذا هو هداف فريق فيتا كلوب وهداف دوري الأبطال، 6 أهداف. دون أن ننسى طبعا هيثم الشويني مهاجم الترجي. الترجي رغم أنه غادر هذه المسابقة منذ دوري المجموعات. كرة خطيرة لفيتا كلوب على استلام من انتومبي، يقول كورة ابراهيم اندونغ والكورة خارج الملعب. التماس لفيتا كلوب، التنفيذ من باتو سيمبي. باتو سيمبي يتدخل مع مانيو سوفو، تخرج الكورة
طويلة في اتجاه فخر الدين بن يوسف. هذه الكرات اللي حبها الروج، امشي فخر الدين، امشي ضربة جزاء، ضربة جزاء، ضربة جزاء. ماذا أعلن حكم المباراة؟ نومي دياز. أنا شفت ضربة جزاء ولا لا 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 مامان أو إيسوفو دايو لعب الكرة، ربما سرعت عندما شاهد سقوط فخر الدين بن يوسف، لكن إيسوفو دايو لعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة ستعود بضربة ركنية. ضربة ركنية واضحة العملية. إيسوفو دايو لم يكن هناك احتكاك أو عرقلة للاعب فخر الدين بن يوسف. لعب كورة وغير له شدة إلى ضربة ركنية. وأنا ما يبدو لي الكورة ستعود برمي التماس لمصلحة فيتا كلوب. ترجع كورة من مامان فخر الدين بن يوسف، قبله في المتابعة باتو سيمبي. تمشي كورة لمحمد علي مصر، يستعيد فريق فيتا كلوب والتماس. ترجع كورة لفيتا كلوب، يمشي للتنفيذ باوكا مابيلي. باوكا يرفع كورة طويلة، ترجع بالراس بسام الملعب. محمد علي مصر أسرع من باوكا، يمشي محمد علي، محمد علي مصر لفخر الدين بن يوسف، قبله بالتغطية باتو سيمبي. تبقى كورة في وسط الملعب لفيتا كلوب من موغونغا أومبا. موغونغا أومبا يستعيد إبراهيم ديدي. اندونغ اندونغ لماهر الحناش، وترجع من دفاع فيتا كلوب. يدافع بكل عناصره فيتا كلوب. طبعا النتيجة تختمه تعادل 1-1، نتيجة هنية تؤهل فريق فيتا كلوب لمباراة النهائي. في ظل أسبقية مباراة الذهاب 2-1 في كينشاسا، تعادل 1 إلى حد الآن. قلت نتيجة ترشح وتؤهل فريق فيتا كلوب. رامي شريتي حط الكرة لعلي معلول، الضغط من زينجا، وعلي معلول يستفيد من رمي التماس. دقيقة سادسة منذ تلقى الشوط الثاني، نلعب دقيقة 51 في المباراة، ما زال التعادل 1-1. تمشي الكرة لساديسو، ترجع لماما بيدي، مامان يوسفو، ماهر الحناشي، وقبله موجود موغونغا. حط له كرة خارج الملعب. كرة لمصلحة سي اس اس، فرشان سي اس يتدخل قبله إيسوفو دايو. عذارب المرتدات لفريق فيتا كلوب. باوكا ترى كرة تسديد وشنبية، التسديد من سينتامو. تحتاج جماهير سي اس اس كرة حذاري من المرتدات لفريق فيتا كلوب. هذه الإعادة، تسديدة يونس سينتامو، مرة جانبية لمرمى رامي شريدي. طبعا السي اس اس مطالب بالتقدم من أجل التهديف، لكن مطالب في نفس الوقت بتأمين دفاعه لتفادي قبول أهداف أخرى في هذه المباراة. فخر الدين بن يوسف دخل الدفاع، باتو سيمبي، ديدي برايما، ديدي اندون. ترجع كورة لفيتا كلوب عن طريق لماما بيدي، مرفوعة من باوكا.
يتابع عليه معلول والتغطيه موجوده من زياد الدربالي. هناك اشاره بوجود ربما تسلل ضد هجوم فيتا كلوب. فيليب تروسيي اكيد بعض الحديث في الفتره الاخيره عن بعض خيارات هذا المدرب. هناك طبعا بعض احباء من فريق النادي الاسفيقسي يلوم فيليب تروسي عن بعض الاختيارات على مستوى التشكيله، خاصه في مباراه الذهاب. ربما جمهور السياسات كان ينتظر على الاقل العوده بنتيجه التعادل في مباراه الذهاب، ربما نتيجه كانت تخلي الامور اسهل للنادي الاسفيقسي في مباراه اليوم. مامان يوسف ترشح كرة في وسط الملعب. بسام الملعبي، ماذا يفعل الملعبي؟ بسام الملعبي يتسبب في قبول الهدف الثاني. يونس سنتامو، بسام الملعبي هدف بنيران صديقة، يرشع الكرة قصيرة ضعيفة الرمي شريدي. بسام المرعبي يتسبب في قبول السياسات للهدف الثاني في توقيت 54 دقيقة لعب، وصاحب الهدف هو يونس سنتامو. صعب المهمة على النادي الاسفيقسي في هذه المباراة، خطأ كبير من بسام المرعبي في عملية إعادة الكرة، إعادة ضعيفة لرامي شريدي، وتابع سنتامو أمامنا على الصورة يسجل الهدف الثاني لفريق فيتا كلوب. سيناريو غير منتظر بالنسبة للنادي الاسفيقسي، متأخر في النتيجة 2-1 بعد 55 دقيقة في المباراة. مطالب بتعديل الأوتار النادي الاسفيقسي في هذه المباراة. طبعا ما ننساوش ضغط النتيجة، أكيد نادي الاسفيقسي يلعب تحت ضغط كبير، ضغط النتيجة والرغبة في التأهل إلى المباراة النهائية. قدم مشاركة استثنائية السياسات في دوري أبطال إفريقيا في هذه النسخة. ترشح كرة بالرأس من إيسوفو تايو، إمكانية الضغط من مامان يوسفو، ترشح من الدفاع يا أخو كرة فرشان إساسي، قبله في التغطية موجود إنتومبي أو باولو موندو، والتدخل من بسام الملعبي، حط الكرة في التماس. أكيد تحتاج جماهير السياسات على مدافع بسام الملعبي بعد خطأ قاتل في دقيقة 55 تسبب في قبول الهدف الثاني. هنا مطالبة بركلة جزاء غير موجودة، سدد محمد علي مصر، والاعتراض كان بالركبة من باتو سيمبي. أكيد هدف سيعطي أكثر ثقة لفريق فيتا كلوب. تمشي كرة لباتو سيمبي، ترشع من بسام الملعب يا أخوها في وسط الملعب. ستة مونغونغا أومبا، مونغونغا مع أنتومبي موبيلي يا أخو كرة. مامان يوسفو، مامان يوسفو لم نشاهدها يساند طيلة الشوط الأول. مامان لمار الحناشي، ماهر الحناشي غياب المساحات امام لاعبي السياسات، حط الكوره مونغونغا اومبا في التماس. اعاده الكوره من مامان يوسفو، مامان اوسيم كامون، عرضي الكوره لفرجان السياس، فرجاني ماذا باش تسلل علي معلول، والتسلل يعني حكم المباراه باشاره من مساعده يو علي معلول. سحب هدف تذليل الفارق في مباراة
تسلل خير موجود، قلت لم يكن هناك تسلل ضد علي معلول في الكرة الأخيرة عند خروج الكرة، كان متأخر نسبيا عن آخر مدافع كونغولي هو باكاواما بيلي. كرة لفيتا كلوب تمشي من وسط الملعب لكيلو ساديسو، لو ساديسو مع باتو سيمبي على انطلاقة من انتومبي موبيلي يا اخوالو برايم اندون، تخرج الكرة محمد علي مصر متابع من مونغونغا اومبا، مصر ينتظر المساندة، ينتظر المساندة تأتي من برايم اندون، قلت غياب المساحات في مناطق فيتا كلوب، كرة الفخر الدين من يوسف، فخر الدين قبل الركنية، ميار الحناشي يعمل مراوغة يفتح السيب العرضية وترجع من الدفاع من باوكا برايم اندون، حتى الكرة قصيرة وسيم كمون إلى ممان يوسفو، ترجع من جديد وسيم كمون يلعب قصيرة فرشيني يمشي فخر الدين وماهر الحناشي متسلل، فخر الدين بن يوسف متسلل، هذه الإعادة ليس هناك تسلل للمرة الثانية، للمرة الثانية فخر الدين بن يوسف لم يكن متسلل، للمرة الثانية تسلل غير موجود ضد هجوم السياسس، دار مرفوعة كرة من باوكا في وسط الملعب لماما بيدي، ابعادها من علي معلول، ياخذ كرة محمد علي مصر، محمد علي مصر يتجاوز موغونغا اومبا، محمد علي مصر في امكانية وتدخل الدفاع ترجع لفيتا كلوب، ياخذ كرة كيلي ساديسو يستعيدها علي معلول، علي معلول بالتوزيع والحارس نيلسون لوكونغ قبل فخر الدين بن يوسف وضربة مخالفة للحارس الكونغول، أكيد أكيد سيتعبد إذاعة الوقت فريق فيتا كلوب في هذا الشوط الثاني وفي ظل النتيجة الحاصلة، نتيجة تمكنه من التأهل لمباراة النهائي، هذه الجماهير الكونغولية تحولت إلى تونس وتحديدا إلى مدينة صفاقس لمساندة فريقها، طبعا نعرف جيدا أن هناك طبعا جالية كونغولية خاصة من الطلبة ليدرسوا في تونس في مساندة لفريقهم، فريق فيتا كلوب يبحث عن استعادة الأمجاد في فترة ما كان حاضر بقوة على مستوى المسابقات الإفريقية، ذكر قلت سبق له أن توج بهذا اللقب سنة 73 وخسر النهائي 81، بينما سي اس اس يطمح للمشاركة في النهائي الثاني بعد نهائي 2006، رمية التماس مرفوعة قبيلة من مامان يوسفو على استلام من فرشاني مسات الكرة ونيلسون لوكونغ يخرج ياخو كورتو أمام فخر الدين بن يوسف، يخرج ياخو كورتو أمام المهاجم فخر الدين بن يوسف، مباراة أصبحت صعبة على فريق النادي على النادي الرياضي صفاقسي، نلعب دقيقة 63 في المباراة،
والنتيجة أسبقية لفيتا كلوب بهدفين مقابل هدف. نذكر بالأهداف بدر بافتتاح التسجيل زيادة الدربال للسياسات في الدقيقة 26، عدل المدافع إيسوفو دايو في الوقت البديل من الشوط الأول وسجل الهدف الثاني يونس سنتامو في الدقيقة 54. رامي شريدي بيبعد الكرة على التنفيذ بسرعة من اندومبي موبيلي، توسيعة ويبعدها بالراس زيادة الدربالي، تمشي الكرة لفرجاني ساسي. فرجاني ساسي يلعب قصيرة إلى محمد علي مصر، يتعدى محمد علي مصر الانطلاق من علي معلول. علي معلول حتى عرضية وموجود في التغطية السوفون دايو، ترجع كرة لفيتا كلوب لماما بيدي، يدخل بولعابي. بولعابي فرجاني ساسي، فرجاني حط الكرة بعيدة لعلي معلول والتماس لمصلحة فيتا كلوب. أكيد يتأثر فريق السياسات بعد قبوله للهدف الثاني، بعد قبوله للهدف الثاني أكيد تأثر فريق السياسات والنادر الاسفاقسي في هذه المباراة. تمشي الكرة لفيتا كلوب، يتابع وسيم كمون حط الكرة خارج أرضية الملعب، تدخل أمام سنتامو، هذا هو سحب الهدف الثاني لفيتا كلوب. التنفيذ مع باوا كامابيلي، حكم يقول التماس ستعاد للسياسات، لم تنفذ من مكانها من باوكو او باوكا رقم الثين. باوا كامابيلي فخر الدين بن يوسف، تماس لفيتا كلوب، بدات تتوتر الاجواء بالنسبه للاعبي النادر الاسفاقسي. فخر الدين بن يوسف تقطع كرة من ابراهيم اندونغ، ترجع فرشاني، ابراهيم اندونغ، محمد علي مصر اراد التمرير، ماهر الحناشي، الحناشي يطلبها، ماماني خير العرضية في القائمة الثانية، تصل إلى علي معلول، علي معلول اراد التمرير وتقطع من كي لوس اديسو. تدخل كي لوس اديسو وتغييرات منتظرة في تشكيلة النادي الاسفاقسي وفي تشكيلة المدرب فيليب تروسي، أكيد سيجازف أكثر، سيلعب أكثر الهجوم. 24 و14 يغادر 26، من سيغادر؟ بسام الملعاب يغادر، تسبب في قبول الهدف الثاني، اكيد تاثر بسام الملعابي، يترك مكانه لقاسي شلوف. هذا التغيير الاول، طبعا رده فعل من جماهير السياسات على لعبهم ومدافعهم بسام الملعابي بعد خطا في دقيقه 54. كلف السياسات قبول الهدف الثاني، بينما التغيير الثاني سيتم بعد لحظات. رقم 24 كواكو، ننتظر مكان من، مكان من كواكو. هذه كرة ابعاد من إيسوفو دايو، ما زالت الكرة في مناطق فيتا كلوب، استلام من ابراهيم اندونغ، يسدد وتحولها نيلسون لوكونغ الى ركنية. ممتاز التسديد، ابراهيم اندونغ تضرب في ارضيه الملعب، لكن متفتن نيلسون لوكونغ يتابع ويحول الكره الى ضربه ركنيه. تنفيذ الركنيه، محمد علي مصر ولوكونغ على مرتين، على مرتين امام الفرشاني ساسي. حكم يترك اللعب، تخرج كوره من مونغونغا اومبا. المرتدات سلاح في تكلوب في هذه الفترة خطيرة، لكن مرت سلامات خطيرة كانت لفيتا كلوب. بعيدة كرة على نسينجا، ترجع من ماماني يوسفو،
تخرج الكرة. كيف أصبحت تركيبة محور الدفاع بالنسبة للنادي الأهلي صفاقس؟ من يؤمن المحور إلى جانب زياد الدرمالي بعد دخول غازي شلوف مكان بسام الملعب؟ ضيع الوقت نيلسون لوكونغ طويلة كورة ترجع بالراس زياد الدرمالي مامان يوسفو مامان قبل اندومبي برايم اندونغ فرجان الساسي وسيم كمون ترجع كورة فرجان الساسي حذاري من العرضيات فرجاني تخرج سليمة كورة يمشي بالكورة إلى كواكو دخل كواكو إلى فرجاني الساسي يعمل مراوغة ويتدخل معاه انتومبي موبيلي متوسط ميدان نادي الأهلي صفاقس فرجاني الساسي مامار يوسفو إبراهيم اندونغ مرفوعة كورة ومتسلل كواكو متسلل إيروني كواكو نقترب من دقيقة 70 20 دقيقة متبقية للنادي الأهلي صفاقس من أجل العودة في المباراة هو حتى هدف التعادل ونتيجة 2-2 لم تعد تكفي السياسات مطالب بتسجيل أكثر من هدفين طبعا لثمان التأهل صعبة المهمة على النادي الأهلي صفاقس في هذه المباراة زياد الدربالي الدربالي علي معلول علي معلول هو اللي دخل إلى محور الدفاع إلى جانب الدربالي بعد خروج قلت بسام البولعابي ربما بعد ما شاهد المدرب تروسي أنه البولعابي تأثر بعد خطأ قام به وتسبب في قبول الهدف الثاني للسياساس خير طبعا تعويضه أقعم غازي شلوف ضربة مرمى والتنفيذ من نيلسون لوكونغ ترجع كورة وسيم كمون فرجان الساسي يرفع كورة طويلة والتغطية موجودة من باباكا مابيلي وفي كل مرة يستلم الكورة إلا ويبقى على الحذاء على أرضية الملعب حارس بيتا كلوب نيلسون لوكونغ كرة فريق فيتا كلوب يرجع بعد سنوات للعب الأدوار المتقدمة في المسابقات القارية وتحديدا في مسابقة دوري الأبطال آخر مرة كان ضمن التأهل لربع النهائي تعود لسنة 97 تاريخ آخر تأهل لفريق فيتا كلوب حقق هذا الموسم مشاركة استثنائية في دوري الأبطال الدور الأول كان ساح ديناموس من زيمبابوي دورة الثاني تلح الى حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي باش يدخل دوري المجموعات يلعب في المجموعة الاولى الى جانب فريق يعني فريق من الكونغو الديمقراطية فريق اخر هو تيبي مازيمبي الهلال السوداني والزمالك فريق فيتا كلوب في المركز الثاني في دوري المجموعات بنفس رصيد النقاط مع المتصدر تيبي مازيمبي هذه كورة وهجوم آخر لفيتا كلوب تقطع من مامان يعطيها خاطئة تعدد الأخطاء في دفاع السياسات يمشي بالكورة إنسينجا ومامان حطوا كورة في الركنية أخطاء عديدة شاهدناها في دفاع النادي الأهلي الصفاقسي في هذه المباراة ضربة ركنية لفيتا كلوب
مع اقترابنا من ربع الساعة الأخير. يبشر التنفيذ لو ساديسو، لو ساديسو طويلة كورة في القائمة الثانية والأبعاد، ترشح كورة لفريق فيتا كلوب. التنفيذ من معمار يوسفو، تمشي الكرة لعلي معلول، ياخو كرة فخر الدين بن يوسف، لم نشاهدها في هذه المباراة. فخر الدين بن يوسف ربما في ظل غياب الكرات والتمويل انطلاقا من خط وسط الملعب، غابت المحاولات على فخر الدين بن يوسف في مباراة اليوم. لعكورة على دومبي موبيلي، ترجع لمصلحة النادي الاسفاقسي. علي معلول، علي معلول طويلة الكورة، فخر الدين بن يوسف استلام، هدف التعادل، وضعت الكورة، يرفع كورة بالحارس نيلسون لوكونغ، والكورة ضاعت، كورة هدف التعادل على فخر الدين بن يوسف في 75 دقيقة من المباراة. الحظ لم يكن إلى جانب بن يوسف، استلام الترويض باليسار كانت في طريقها للمرمى، لكن الكورة والمحاولة ضاعت على فخر الدين بن يوسف. حتى الحظ طبعا يلعب دور في اللقطة الأخيرة. وضربة مخالفة، وبطاقة لإبراهيم الدوغ. بينما تغيير ثالث وأخير، يغادر وسيم كمون، وسيم كمون يغادر، والبديل هو عماد الواتي. من بين الأسماء الشابة في تشكيلة النادي الاسفاقسي، عماد الواتي ياخو مكانه، كان شارك في مباراة الذهاب للحظات في الوقت البديل، كان عوض في كينشاسا. فخر الدين بن يوسف في الوقت بدل الضاع من المباراة، يدخل اليوم قبل تقريبا 14 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي. تمشي كرة بالرأس، فخر الدين بن يوسف إلى محمد علي مصر، يلعب قصيرة. فخر الدين بن يوسف ما تعداش الكرة لغازي الشلوف، تقطع من المدافع باواكاما بيلي، والابعاد السوفو دايو في الكرة في اتجاه سينتامو، يتابع سيادة الدربالي بالراس، يرجع لحارسه رامي شريدي، رامي شريدي للدربالي، دربالي بالراس الكرة من عماد الوات، ويتدخل ابراهيم اندوغ المساعد، يقول التماس للنادي الاسفاقسي. التنفيذ من ابراهيم اندوغ، فرجاني ساس ما توصلش الكرة لغازي شلوف، ترجع من وسط الميدان من باتو سيمبي، يرجع في التغطية علي معلول، هو الكرة لمصلحة النادي الاسفاقسي. هذا التغيير في تشكيلة فيتا كلوب، التغيير فيتا كلوب، سيغادر كي لو ساديسو، كي لو ساديسو هو من سيغادر، هو البديل تيري كاسيريكا رقم 17. كاسيريكا أكيد بدأ يفكر في تأمين هذه الأسبقية وتأمين النتيجة،
مدرب فريق فيتا كلوب المدرب شو فلورون إيبينغي. قلت بالتوازي هو مدرب فيتا كلوب ومدرب منتخب الكونغو الديمقراطية. ترشح كورة إبراهيم أندون إلى مامان يوسفو فرجاني ساسي يرفع كرة طويلة فرجاني إلى عماد الواتي ما توصلش لمحمد علي مصر. يتدخل الدفاع دخل دفاع فيتا كلوب من باولو موندو مامان يوسفو يرفع كرة طويلة مامان في وسط الملعب أكيد يلعب بوقت الراحة فريق فيتا كلوب بعد تقدمه في النتيجة وموغونغا أوبا وهناك تسلل بعد رفع كرة من الفرجاني الساسي متسلل محمد علي مصر. قد تتوقف أمال وأحلام وطموحات السياسات في مباراة الليلة في ملعب الطيب لمهير. قلت بحث عن التتويج بهذا اللقب وضعت الإمكانيات. فريق السياسات كان في مشاركة استثنائية إلى حد الآن إلى حد بلوغ الدور نصف النهائي في سواء في الأدوار الأولى أو في دور المجموعات كان الأفضل سيطر على مجموعته تأهل بكل راحة السياسات. لكن في الدور النصف النهائي بعد نتيجة مباراة الذهاب 2-1 كنا ربما ننتظر نتيجة أفضل وخاصة أداء أفضل عودنا به النادي الرياضي صفاقس. لم نشاهد أداء العادة للنادي الرياضي صفاقس رغم أنه بدأ بقوة في مباراة اليوم تقريبا إلى حدود دقيقة 10 دقيقة 15. هذه كورة وإمكانية عماد الواتي والتسديد وتعود من باوكا. عندنا مثل في تونس يقول لك اللوم بعض القضاء بدعة لكن النادي الرياضي صفاقس ممكن نلوموه اليوم على أداءه. ربما هو ضغط النتيجة ربما هو ضغط رهان المباراة المسلط على اللاعبين. الكل كان ينتظر ربما تأهل للسياسات إلى مباراة نهائية. الكل ينتظر أن النادي الرياضي صفاقس يتوج بلقب دوري الأبطال بعد ما توج ببقية الألقاب على المستوى القاري. هذا هو اللقب الوحيد قلت اللي بقى ينقص سجل السي اس اس. لكن ما كل ما يتمناه المرء يدركه نادي الرياضي صفاقس بعد 10 ربع ساعة يعني قدمها كانت ممتازة في الشوط الأول خاصة بعد قبوله لهدف التعادل ربما في الوقت البديل من الفترة الأولى ولو أنه يعني في الشوط الثاني كانت له إمكانية يعني تسجيل أهداف. لكن الهدف الثاني يعني منذ دقيقة 54 يعني بداية الفترة الثانية أثر بشكل كبير على النادي الرياضي صفاقس خلاه يدرك أنه المهمة أصبحت صعبة إلا ما قل مستحيلة لضمان بطاقة التأهل. الهدف الثاني كان بمثابة الضربة القاضية هدف يونس سينتمو في دقيقة 54 بعد خطأ من المدافع بسام البولعاب. مانيش نحمل في المسؤولية للبولعاب على أخطاء تبقى واردة في كرة القدم وليست هناك كرة قدم دون أخطاء. لكن هناك أخطاء قاتلة على غرار خطأ البولعاب يتسبب ربما في خروج السياسات من مباراة نصف النهائي ويوقف طموح أحباء وأمالهم في مواصلة المشوار والتأهل للمباراة النهائية. ترشح كورة من الفرجاني مباشرة إلى خارج أرضية الملعب تأثر واضح للاعبي السياسات. نلعب دقيقة 83 7 دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي. نتمنى أن تنتهي المباراة في كنف الروح الرياضية. مانيش نحكي عن لاعبين نحكي عن جماهير في مباراة في يوم استثنائي في صفاقس. نتمنى طبعا أن تسير الأمور على أحسن ما يرام.
ضربة مخالفة في تاكلو أمام الكرة الثنائي لمامبيدي، وهذا تغيير ثاني رقم 23 باش ياخذ مكانه إيمانويل غوتي كاما، يترك مكانه يونس سينتامو. هذا هو صاحب الهدف الثاني وهدف الأسبقية لفريق في تاكلو، يونس سينتامو في توقيت 84 دقيقة لعب. المعوض هو إيمانويل. غوتي كاما، هذا التأخير الثاني في تشكيلة فيتا كلوب. اللي بحاوصته الكرة الآن من خلال ضربة مخالفة، قلت يمشي للتنفيذ. كل من لماما بيدي وانسينجا مرفوع كرة ترشع من الدفاع من الفرشان الساسي. غابت الحلول على النادي الاسفيقسي، ولو أنه لم يعد هناك حلول ولم يعد هناك حديث بعد الهدف الثاني، يعني تأثر واضح. ترسع كرة لكواكو، تمشي لإبراهيم أندونغ. إبراهيم أندونغ لعلي معلول، يرجع لإبراهيم أندونغ، حط كرة لفرجان الساسي. فرجان الساسي يدافع فريق فيتا كلوب بكل عناصره. والكرة غادرت محمد علي مصر، رمي التماس، الكرة المساعدة، رمي التماس. رمي التماس لمصلحة النادي الاسفيقسي، ترجع من الدربالي. الدربالي مرفوعة من رامي شريدي. خمس دقائق متبقية مشاهدينا الكرام في الوقت الأصلي لمباراة الطايب المهيري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وهنا ضربة مخالفة، مخالفة لكاسيريكا، وإنذار، إنذار لعماد الواتي. تدخل يعني غير مبرر من عماد الواتي. ترجع كرة لفيتا كلوب من ضربة ركنية، والتنفيذ من انسينجا. التنفيذ لانسينجا، يختار القام الأول وبالرأس بعيدة كرة من باولو موندو أو من 17 كاسريكا. بعيدة كرة، ضربة مرمى مرفوعة من رامي شريدي. كرة بالراس من عماد الواتي، ترشع من الدفاع من باتو سيمبي. فريق فيتا كلوب على غرار مباراة الذهاب نفس النتيجة ونفس الأسبقية، فاز ذهابا 2-1 ويتقدم إيابا في صفاقس بهدفان مقابل هدف. نتيجة تمكنه من حضور مباراة النهائي. هذه كرة وعماد الواتي، تسديدة عماد الواتي تفسر طبعا حالة السياسات في هذا الشوط الثاني، وخاصة بعد قبول الهدف الثاني. الهدف الثاني أثر كثيرا على معنويات لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي، وقد نشاهد نهائي كونغولي في هذه النسخة. ولو انه بتمنياتنا طبعا بالنجاح لفريق عربي اخر هو وفاق قصديف، لينتظروا نصف نهائي امام تيبي مازيمبي. ترجع كوره من الدفاع من باولو موندو، ياخذ كوره فخر الدين بن يوسف.
ويستفيد من ضربة مخالف، تنفيذ بسرعة. فخر الدين، غازي شلوف، غازي شلوف يلعب مع كواكو، تمشي كورة والتوسيع وتسديدة راسية من إبراهيم أندون إلى خارج أرضية الملعب. إبراهيم أندون تسديدته الراسية بعيدة عن مرمى الحارس نيلسون لوكون. كرة كاسيركا، التغيير لباوكا، باوكا يتدخل علي معلول، تبقى كرة لمصلحة فيتا كلوب، العرضية خطيرة الإمكانية والتسديد، التسديد من إنسينجا، بعيدة كرة من إنسينجا. ننتظر طبعا الثواني الأخيرة، وهنا تدخل على محمد علي منصر، متابعة كانت من باتو سيمبي ومع الحارس نيلسون لوكون، وحكم المباراة نومان دياز يعلن عن ضربة مخالفة لمصلحة حارس فيتا كلوب نيلسون لوكون. تتوقف إذن طموحات وأحلام فريق النادي الرياضي الصفاقسي عند نصف النهائي. كم سيضيف؟ خمس دقائق يضيف الحكم الإيفواري نومان دياز كوقت بديل. قلت إذن تتوقف أحلام النادي الرياضي الصفاقسي في التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي بعد مناسبة أولى 2006، كسر اللقب في مباراة النهائية أمام الأهلي في الوقت القاتل في الوقت البديل. هذه المرة يتوقف طموحه عند مباراة النصف النهائي أمام فريق فيتا كلوب. قلت رغم أنه كل الإمكانيات وضعت على ذمة السياسات من أجل التتويج بهذا اللقب. هذه الكرة ترجع كرة من جديد، تقطع من علي معلول، هناك الفوز وهناك الخسارة في كرة القدم. يلزم النادي الرياضي الصفاقسي وجمهوره يتقبل طبعا هذه النتيجة، ولو أنه يعني له من الإمكانيات النادي الرياضي الصفاقسي، من أنه كان بإمكانه أنه يفوز بكل سهولة في مباراة اليوم. هذا دون استنقاص من قيمة فريق فيتا كلوب. فرجاني حط كورة لفخر الدين بن يوسف، ماهوش في أحسن حالاته اليوم فخر الدين بن يوسف، وكورته بعيدة، ضربة مرمى لفريق فيتا كلوب. ترجع كرة بالرأس من باتو سيمبي، محمد علي مصر، مامان يوسف، كرة في اتجاه عماد الواتي، وكاد المدافع انه يغالة حارسه، كاد المدافع انه يغالة حارسه، السوفوت دايو وضع بقوة صعبة، لكن نيلسون لوكون حارس فيتا كلوب تحت العرض يحولها ركنية. منصر والتدخل موجود من دومبي موبيلي، هذه الإعادة في إعادة الكرة، أو عماد الواتي هو من سدد الكرة تحت العارضة، ظنيته المدافع لكن عماد الواتي هو من سدد بالرأس الكرة الأخيرة.
محمد علي مصر. نومان دياز بالشاي من التأخير يعلن عن ضربة مخالفة. لمصلحة نزينجا. زينجا تمشي كرة لموغونغا أومبا. التغيير لباباكا مابيلي. باباكا تبع في إبراهيم أندونغ. تقطع كرة من علي معلول. أندونغ خطأ في التمرير وإبعاد الكرة كان من كواكو. في الكرة على استلام عماد الواتي. فخر الدين بن يوسف التسديد يطالب ربما بركنية وفي الأخير الحكم يقر ضربة مرمى لفيتا كلوب. الدقيقة الأخيرة في الوقت البديل. مرفوعة كورة من نيلسون لوكونغ. ترجع من الراس من ماماريو سوفو والمخالفة لعماد الواتي. ضربة مخالفة لعماد الواتي. التنفيذ من محمد علي مصر. مرفوعة كورة بالراس وابعادها من نيلسون لوكونغ الى رمية التماس.